أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا قد جعل الله لكل شيء قدرا لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أن يضعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا يسرا من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف وأتمروا بينكم بمعروف بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أخرى فسترضع له أخرى أخرى فسترضع له أخرى أخرى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله مما آتاه الله آتيه الله مما آتيه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله آتاه الله آتاه الله آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إلا ما آتاها آتيها إلا ما آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها آتيها آتاها آتيها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتيها سيجعل الله بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا نكرا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا
عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكائن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا وكائن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما قد أحاط بكل شيء علما قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.